موقع وورلد نت ديلي الأمريكي رفع الستار عن وثائق لدى وزارة الدفاع الأمريكية تثبت تورط العصابات الإرهابية المسلحة في سوريا بالهجوم الكيميائي المزعوم في ريف دمشق، حيث نقل الموقع المقرب من البنتاغون أن الجيش الأمريكي يقر ويعترف بامتلاك تلك العصابات في سوريا غاز السارين الكيماوي سام. الوثيقة كشفت كذلك أن المسلحين التابعين لتنظيم القاعدة في سوريا امتلكوا وصنعوا غاز السارين السام بهدف تنفيذ هجمات كيماوية ضد المدنيين في سوريا، وأوردت الأدلة على تورط تلك العصابات في الهجوم المزعوم في الغوطة الشرقية بريف دمشق من أجل إلقاء المسؤولية على الحكومة السورية واتهامها لاستحضار التدخل العسكري في أراضيها. وما أثبت قدرات العصابات الإرهابية على استخدام الكيماوي أيضا حديث الكاتب والمؤرخ البلجيكي بيير بيتشينين الذي كان مختطفا على يد العصابات الإرهابية في سوريا، مؤكدا أنها هي من استخدمت الكيماوي ضد المدنيين، وذلك عندما استمع في أثناء خطفه لمكالمة بين ضابط في الميليشيات وضابط من عصابة إرهابية أخرى تدعى الفاروق حول استخدامهم الكيماوي، ما يدعم قول بيتشينين ما صرح به الصحفي الإيطالي دومينكو كويركو الذي كان أيضا مختطفا على يد العصابات الإرهابية تلك. وكانت وكالة أسوشيتد بريس أكدت عبر مراسلتها في الشرق الأوسط ديل كافليك أن العصابات الإرهابية المسلحة في سوريا تسلمت أسلحة كيماوية عن طريق رئيس المخابرات السعودية بندر بن سلطان، وهم من قاموا بتنفيذ هذا الهجوم الكيماوي المزعوم في ريف دمشق. يأتي ذلك بينما يواصل حلف العدوان على سوريا التغطية على جرائم الإرهابيين في سوريا وتهريب المزيد منهم إلى أراضيها لإنقاذ ما تبقى من فلول مرتزقتها، حيث كشفت صحيفة الكرونا تسايتونغ النمساوية عن تسلل 1500 إرهابي تابع للقاعدة إلى سوريا خلال الأسبوع الماضي من دول عدة بينها السعودية واليمن والأردن ومصر، ذلك للانضمام إلى العصابات الإرهابية التي تقاتل في سوريا تحت تنظيم ما يسمى دولة الإسلام في العراق.